السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ على خير الحمد لله. كنتمنى لا فيديو ديالتي تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الرغيفة حنا كنسميوها عين الجمل، كاين اللي كيسميها الخشخاش. المهم رغيفة كيجي من يدرها زويون ومقيقشة، فخليكم معايا في المقادير. عندي هنايا 5 د الكيسان على حسب باش عبرتي زلافة او لا كاس او لا. المهم انا عبرت بهذا الكاس، هذا 5 ديال الكيسان ديال الفرص كنديرهم هنا في الغربال. انا ديجا غربلتهم في الرقيق ولكن كنعاودهم هنايا. وكنديروا الفاني معلقه كبيره، وكنديروا مليحه، كنخلطوا النواشف مزيان، وكنزيدوا كاس لارو ديال الزبده والزيت مخلطين بنفس القياس اللي خدينا به الدقيق. بسم الله. كنبسوا العجينه مع الزبده حتى كتدخل الزبده في الدقيق كامل. ونبسوا مزيان صافي. نبداو كنديرو بحال هكا حتى كندخلو الزبدة في وسط الطحين. ممكن نديرو هكا كندير جمعتنا صافي، هادي راها مزيانة يعني الزبدة راها دخلت في الطحين. كنديرو المزهر كنجمعو بيه العجينة ديالنا، ما خصهاش تكون خفيفة، شوية هي العجينة ديالنا كتكون شوية قاصحة. دخلت لي فيها كاس ونص ديال الزهر، هذاك الكاس اللي عبرت به. هاني قسمتها، كنحاول انني نخرجهم قد قد، كنديرهم بحال هكا بحال مستطيل كما كتشوفوا هكا، وكنجمعوهم كيفين اليمونتير هكا. ها هي العجينه ديالنا دابا تاتها في الطبق، وغنخليها واحد نص ساعه ولا ساعه ترتاح باش بديت نطبقها. ناخذ هاد العجينه ديالنا اللي نجيبو المايزينا، انا درت هاد الحكيك هذا، ما عندكمش نتوما رشوا غير بيديكم هكا. ونطلقها دقيقة، عندكم ديك لاباراي ديال الشباكية ديال التوريق ديروها فيها، ما عندكمش طلقوها غير هكا بيديكم. ونقلو ونرقوها ونرقوها كتشوفوا هكا. انا ورقتها مزيان، درت عليها المايزينا، ما كنخليهاش هكا، كندوز عليها هكا بيدي باش ما كتحببناش. وكنبداو هانتوما كنجيو بهاد القنيت هذا اللي هو الجنيب، وكنبداو نحربلو كنطويو هكا. وكنبداو كنحربلوها على نفسها بهذه الطريقة هذه. هانتوما كي كتشوفو بو، وكنجيبو بيض البيض كنخبطو مزيان، وكنديروه في حاشية هكا. وكنسدو، ما بغيتوش ديروا البيض البيض ديروا واحد شويه د الفوص واحد شويه د الماء، ولصقوا به هكا من الجنب. كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا هاد العجينه اللي عندنا كامله.
من بعد ما حربلناها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، جمعنا الحرابيل هكا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعبرو قياس الصبع ونقطعو هكا. كناخدو هاد الدائرة هكا كما كتشوفو هانتوما، كتجي مورقة من الداخل، كنحطوها كي بحال كما هكا، وكنغطو بالأصبع ديالنا هكا. كنجيبو الدلال وكنزيد هكا، بغينا نعرضوها كندكو في العرض هكا، كنضغطو في العرض ونعاود كنمشيو هكا وكنجيبو، كتجي بحال هكا هانتوما. وعاوتاني نعاودو وحدة أخرى هانتوما كيما هكا هكا، كندكوها في العرض باش نعرضو شويه الوريضه هكا، كنجيبو لتحت وعاود نطلعو لفوق هكا بهذا الشكل هذا، وكنبقاو هكا حتى كنسالي. بعد ما ساليتهم كنشرهم بحال هكا في صوينيات، ودابا غادي نبدا نقلي هكا. كنبداو نقليو من بعد ما سخنات الزيت شويه، تكون ما سخونه يعني متوسطه الحراره ديالها متوسطه، وكنتسناو بحيث كتطلع الفوق مسمنه بحال هكا رغيفه، كنقلبوها وكنبقاو نخبطو عليها بحال كيما هكا كيما كتشوفوا هكا صافي، وكنقبطوها هكا من الفوق كيما كتشوفوا، وكنبقاو نلعبوا بها هكا وكنديروها بحال هكا، كنوقفوها واحد شويه كتجي غزاله هانتوما شوفوا، يعني ما قالوا عين الجمال حتى كانت عين الجمال هانتوما، شوفوا بجا كتجي بحال العوينه ديال الجمل هكا. كنستقطروها وكنديروها في الشبيكه حدانا هنا، كنخليوها واقفه باش الا كان فيها شي زيت زايده كتصفى هانتوما. كنبقاو بهذا الشكل حتى كنكملو المسمنات ديالنا كاملين، خليكم معايا نهاية الفيديو. الرغيفات نتاعنا هاهما واجدين كيف ما كتشوفو هكا، كيجيو مرقين غادي نخليهم يسقطرو من الزيت ويبردو مزيان. كناخدو واحد البواطه بحال هادي، كان من بعد ما كتقطر مزيان كنديرو الصف الاول، كنديرو كاريط بحال هكا وكنستفو عاوتاني صف واحد اخر حتى كنعمرو البواطه. هذا الصف الثاني، دابا غادي ندير الصف الثالث. ومن بعد ما كنسالي شنو غادي ندير؟ غادي نحيدها في الكونجيلاتور في المجمد حتى كنوقف عليها، يعني حتى كنبغيها عاد كنجبدها وكندهنها بعسيله، غير بالشيته كندهنها من الفوق. انا غادي نوريكم واحد الحبيبات هكا، ندير الكويغط هكا ونغلفو في الماليمونتيغ مزيان باش ما يدخلهاش الهواء ولا الطيبة ديال الثلاجة ديال الكونجيلاتور المجمد بهذا الشكل هذا. هكذا غادي نغلفوها ونغطيوها كيما كتشوفو هكا، حنا غطيناها ونديوها للمجمد. دابا كنهزو الكويغ بحال هكا وكنحطوها فيه، كنطولو هكا شويه وكنحطو الرغيفه ديالنا وسط منو هكا بهاد الطريقه، وكنوجدو عسيله كنهزو بحال هكا وكندهنو لها الوجه ديالها
بهذا الشكل هذا، وكنديروا عليه شويه البافو او شويه الجنجلان، المهم اللي عندك. صافي بهذا الشكل هذا كنحطو وكنعمرو الطبيصل ديالنا، وبهكذا غادي نكون ساليت لافيديو ديالتي، الوصفة ديالتي. وإلا عجبتكم ما تردوش أنكم ديروا جيم وتبارطاجيوها مع الأهل والأصدقاء وفي مواقع التواصل. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.